اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب كتاب الكافي الشريف باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامة. هذا الباب يحتوي على بعض احتجاجات الائمة عليهم الصلاة والسلام في امر الامامة وابطال كلام الخصوم. في كتاب التوحيد قد مرت بعض احتجاجاتهم مع الدهريين والوثنيين والملحدين في مسائل التوحيد. وهذا الباب يتضمن بعض احتجاجاتهم في مسائل الامامه، لان الدين الاسلامي يبنى على العقل والمنطق، ولذلك تجد القران الكريم مليء بالأدلة والإحتجاجات على أصول الدين وعلى فروعه. الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: بعث طلحة والزبير رجلا من عبد من عبد القيس يقال له خداش. إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وقال له: إنا نبعثك إلى رجل طالما كنا نعرفه وأهل بيته بالسحر والكهانة، وأنت أوثق من بحضرتنا من أنفسنا، من أن تمتنع من ذلك، وأن تحاجه لنا حتى تقفه على أمر معلوم. واعلم انه اعظم الناس دعوة فلا يكسرنك ذلك عنه. ومن الابواب التي يخدع الناس بها الطعام والشراب والعسل والدهن. وان يخالي الرجل فلا تأكل له طعاما ولا تشرب له شرابا ولا تمس له عسلا ولا دهنا ولا تخلو معه. واحذر هذا كله منه وانطلق على بركه الله فاذا رايته فاقرا ايه السخره وتعوذ بالله من كيده وكيد الشيطان فاذا جلست اليه فلا تمكنه من بصرك له من بصرك كله ولا تستانس به ثم قل له ان اخويك في الدين وابني عمك في القرابه يناشدانك القطيعه ويقال ويقولان لك أما تعلم أن تركنا الناس لك وخالفنا وخالفنا عشا وخالفنا عشائرنا فيك منذ قبض الله عز وجل محمدا صلى الله عليه واله فلما نلت ادنى منال ضيعت حرمتنا وقطعت رجاءنا ثم قد رايت افعالنا فيك وقدرتنا على النأي عنك وسعة البلاد دونك وأن من كان يصرفك عنا وعن صلتنا كان أقل لك نفعا وأضعف عنك دفعا منا وقد وضح الصبح لذي عينين وقد بلغنا عنك انتهاك لنا ودعاء علينا فما الذي يحملك على ذلك فقد كنا نرى أنك أشع الفرسان العرب أتتخذ اللعنة لنا دينا وترى أن ذلك يكسرنا عنك إلى آخر الحديث الذي ينقل كلامهم وأيضا احتجاج الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قبل أن ندخل في توضيح كلامهما وجواب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن ذلك نذكر مقدمة مختصرة، وهي أن عمر عندما طعن وكان في فراش الموت، عيّن ستة أشخاص للشورى لكي يختاروا منهم رجلا للخلافة، وقال: إذا هؤلاء الستة اختاروا رجلا فهو وإذا خمسة وأربعة منهم اختاروا رجلا فهو وإذا صاروا ثلاثة ثلاثة بالتساوي فالخليفة يكون الشخص الذي ينتخبه عبد الرحمن ابن عوف يعني الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف. ومن هؤلاء الستة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ومنهم طلحة، ومنهم الزبير، هؤلاء كانوا الثلاثة الذين كان رأيهم مع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد بن ابي وقاص، وهؤلاء الستة اجتمعوا، فقال عبد الرحمن بن عوف لامير المؤمنين علي بن ابي طالب: ابايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فرفض امير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ذلك. وقال بل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيه فانقسم أصحاب الشورى قسمين القسم الأول الثلاثة الذين كان رأيهم في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وهم علي وطلحة والزبير والثلاثة الآخرون عبد الرحمن وعثمان وسعد هؤلاء كان رأيهم في عثمان. وحسب الشورى الكيفية التي جعلها عمر ترجحت كفة عثمان لأن الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن هم الذين اختاروا عثمان. فطلحة والزبير في هذه القضية كان مع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وأيضا مواقف الزبير في يوم السقيفة وبعدها معروف فلما ثار الناس على عثمان وقتلوه وبايعوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام كان طلحه والزبير يرغبان في ان يكونا واليين عن طرف امير المؤمنين علي على البصره والكوفه احدهما على الكوفه والاخر على البصره. فرفض امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ذلك وسببه مفصل لعله في وقت اخر بالمناسبه نذكر سبب رافض امير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام لتعيينهما على الإمارة في البصرة والكوفة مع أنهما كانا من أشد المتحمسين لبيعة الناس لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلما يأس من ذلك نكث البيعة وذهب إلى مكة واصطحب معهما عائشة وذهب إلى الجمل وجيش الجيش ضد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فخرج أمير المؤمنين إلى ذي قار من المدينة إلى ذي قار بألف واحد وأرسل من ذي قار الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وعمار بن ياسر إلى الكوفة فجمع آلاف مؤلفة من أهل الكوفة التحقوا بامير المؤمنين في ذي قار ومنها انطلق الى البصره وكانت وقعت الجمل الشهيره. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان بعد هذا النكث يلعنهما، واللعن ليس سبا ولا شتما، وانما هو دعاء بان يبعد الله سبحانه وتعالى رحمته عن الملعون لكن اللعن أشد وقعا ووطئا أحيانا على الملعون من السب هنا طلحة والزبير سمع أن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يلعنهما فاشتد ذلك عليهما ولعله اشتداد ذلك عليهما من جهة أنه كان يعلمان أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صاحب الحق وأن دعاءه مستجاب أو يحتملان استجابة دعائه وما كان يريدان ذلك هذا من جهة من جهة أخرى لعله كان يخافان من لحوق العار بهما أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يلعنهما وهذه سبة كبيرة ستلحقهما وعار كبير عليهما فاشتد ذلك عليهما وأرادا أن يصرف أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فأرسل رجلا يسمى خداش من عبد القيس يعني من قبيلة عبد قيس. لكنهما كان يعلمان أن علي بن أبي طالب على الحق وأنه من طيق الشخص الذي هو على الحق ويتمكن من ان يدلي بحجته بلسان عربي مبين هذا يؤثر على المستمع لذلك ارادوا ارسال رجل لا يعرف امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام ومن جهه اخرى حاول ان يوجد بينه وبين امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وبين كلامه حاجزا نفسيا لانه احيانا الانسان ياتي خالي الذهن ما عنده موقف سلبي من هذا المتكلم فحينما يستمع الى كلامه اذا كان ذلك الكلام حقا يقبله او يتاثر به او يذعن في قراره نفسه بان هذا الكلام حق لكن اذا عند موقف نفسي من هذا الشخص هذا الموقف النفسي يجعل هذا الانسان يغلق فكره وعقله على كلام هذا المتكلم هو هذا المتكلم يتكلم بكلام حق لكن هذا الحاجز النفسي يجعل السامع لا يستمع وحتى إذا استمع لا يستمع استماع تفهم، هو من الأول متخذ قراره ببطلان كلام هذا المتكلم، فلا يتأثر بكلامه، وهذا من أسباب استمرار بعض الناس على الكفر رغم حجة الأنبياء. الأنبياء كانت لهم الحجة زين يعني بعض الناس كان لهم موقف سلبي مسبق من كلام الأنبياء ما يستمع إلى كلامه أحيانا لا يستمع إلى أصل كلامه جعلوا أصابعهم في آذانهم وأحيانا لا يسمع ذلك الكلام لكنه كالميت أكو ناس يستمعون إلى الكلام لكن كأنه اصم لا يستمع زين شنو الطريقه التي اتخذاها لكي يوجدوا حاجزا نفسيا بين خداش وبين كلام امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام هنا يلقون اليه بعض الامور حتى هذه الامور تسبب ان لا يستمع الى كلام امير المؤمنين بس يوصل الرساله ولا يتاثر بذلك الكلام. طبعا قبل ما نذكر اساليبهما التي ذكرت في هذا الحديث نقول انه استعمال الاساليب النفسيه في الكلام لا بأس به إذا كان الكلام حقا. أنت هذا الكلام الحق تظهره بأبهى صورة وبأجمل طريقة، هذا جيد لأنك تستعمل أساليب لكي الكلام الحق يؤثر أثره. تشوف القرآن بأجمل أسلوب بأفصح الكلمات بأجل المعاني، بأسلوب جدا ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. حتى هذا الكلام الحق ينفذ في القلب، هذا لا بأس به. لكن إذا كان الكلام باطلا، هنا الأساليب النفسية التي تستعمل إنما هي ترتكز على الأكاذيب. وعلى إغلاق السمع عن الإصغاء إلى الحق وقلب الحقائق فلذلك هذه الأساليب في الكلام الباطل غير صحيحة لكنها قد تؤثر في بعض ضعاف الناس زي ما هي الأساليب التي استعملاها مع خداش أولا أوحي إليه أو هماه بأن عليا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ساحر كاهن لماذا؟ لكي لا ينظر إلى كراماته ومعاجزه بمنظار الكرامة والمعجزة وإنما ينظر إليها بمنظار السحر والكهانة نفس أسلوب المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه شافوا أن كلام الرسول يؤثر لأنه الحق قالوا إنه كاهن حتى إذا أخبر بالمغيبات يقولون زين هذا مثل الكهان يخبرون عن المغيبات إذا رأوا منه معجزة يقولون هذا مثل السحرة هذا السحر أيضاً نفس الأسلوب أخذوه طبقوا على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء الأول ثانيا أوهماه بأن عليا عليه الصلاة والسلام له دعاوى غير صحيحة حتى إذا أمير المؤمنين استدل بكلام الرسول صلى الله عليه واله في يوم الغدير في يوم الدار في يوم غزوه تبوك انت مني بمنزله هارون من موسى استدل بقول الرسول علي مع الحق والحق مع علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا من قبل عند موقف سلبي ان هذا الرجل له دعاوى غير صحيحه فلا يصدق ما يقوله من ادله واستدلالات من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وكذلك الايات التي نزلت في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لا يصدق انها نزلت فيه، يقول ان هذا رجل مدعٍ يدعي كلاما باطلا مثل المبطلين الذين يدعون الكلام الباطل هكذا يكون هيئه نفسيا هيأه نفسيا لذلك ثالثا يحتاج إلى إيجاد أجواء أيضا من جملة الأجواء أنه منعاه أن يأكل عند أمير المؤمنين أو يشرب عنده مثلا أو يتدهن أو يتعطر مثلا ليش؟ حتى يقولوا له بأن هذه من أساليب السحر فهو نفسيا عنده موقف ومو مهم عندهم أن يأكل يشرب لا المهم انه يكون عنده موقف نفسي يمنعه من التاثر بكلامه ايضا رابعا ضمن هذه الاجواء النفسيه زين خيل اليه انه لا يختلي به حتى كلام خاص يمكن امير المؤمنين يذكر له في الخلوه لانه احيانا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بعض الكلمات ما كان يذكرها لعامة الناس لكن في القعدة والجلسة الخاصة في الخلوة كان يذكرها زين احتمل أن أمير المؤمنين يذكر بعض الأمور التي لا يذكرها علنا فأراد أن لا يستمع إلى تلك الكلمات لذلك منعه عن الخلوة حتى هذا يكون ايضا من الحواجز النفسيه وايضا يمنع امير المؤمنين من البوح ببعض الاسرار المتعلقه مثلا بهما او بغيرهما وايضا البسا هذا التدليس بانه من وحي الايمان ولذا علماه ايه سخرة. آية السخرة في سورة الأعراف هي ثلاثة آيات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه ثلاثة آيات يعبر عنها بآية السخرة. لأن الله سبحانه وتعالى سخر بعض الأشياء المذكورة في هذه الآية للناس. زين. أراد إيجاد أيضا حصانة دينية عن طريق هذه الآية لكن هنا قد أخطأ ليش؟ لأن هذه آية من القرآن الكريم والقرآن الكريم يؤثر التأثير الحق فعندما علماه أن يقرأ آية السخرة وقصدهما إيجاد حصانة بينه وبين أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام عن طريق الدين لم يعلم أن لهذه الآية تأثيرا واقعيا حقيقيا ولذا كما سنقرأ في احتجاجات أمير المؤمنين مع خداش أن هذه الآية كان لها التأثير الإيجابي يعني أزالت الحالة النفسية التي أوجداها في خداش بل بدأت هذه الآية في التأثير بحيث أنه استمع إلى كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واقتنع به واهتدى زين الطريقة السادسة أحيانا صاحب الحق محياه حركاته سكناته تؤثر على الإنسان أكو في الحديث من يذكركم الله رؤيته أنت تشوف واحد مؤمن متدين تتذكر الله سبحانه وتعالى فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام محياه شمائله حركاته سكناته أسلوب كلامه هذا ينفذ في القلب إذا لم يكن ذلك القلب معاندا ومطبوعا عليه لذلك كان يعلمان ذلك فأراد أن لا يتأثر خداش بنور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لذلك أوصياه بأن لا ينظر إلى أمير المؤمنين ولا يملأ عينه منه وأيضا أحيانا النظر يأثر يعني أنت عندما تشوف في عين واحد هو يشوف في عينك نفس هذه النظرة بالعين قد تؤثر فأراد أن لا يتأثر خداش بنظرات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأيضا حينما كان يعلمان بأن حبل الكذب قصير هذا إذا بقي فترة هناك منا منا يسمع كلام يشوف قد تتغير قناعاته فلذلك امره بأنه انت اوصل الرساله فلما اوصلت الرساله ارجع فورا لا تبقى هناك شنو هي الرساله؟ الرسالة أنه إحنا كنا معك لماذا الآن حينما وصلت إلى الحكم ضيعت حرمتنا ما اعطيتنا منصب هنا المشكلة هل كنتما معه لله أم كنتما معه طمعًا؟ اذا كنتما معه لله الان هم ابقوا ابقيا معه لله سواء اعطاكما منصبا او لم يعطكما منصبا اذا كنتما معه لاجل الدنيا فهو لا يريد ان يكون معه من هو لاجل الدنيا يريد واحد يكون معه لاجل الاخره المنصور العباسي كتب إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اصحبنا لتنصحنا تعال صير ويانا حتى تنصحنا بهذه الطريقة لأن عادة الدكتاتوريين يردون أنه وجوه القوم يكونون معهم أحيانا بالتطميع أحيانا بالترهيب وإذا الإنسان أجا معهم يغدقون عليه بالأموال والمديح الإذاعات التلفزيون جماعاتهم يملؤون صلاته يهتفون باسمه يمدحونه يغدقون عليه وعلى آله بالأموال الكثيرة إذا صار وياهم وإذا صار معارض معهم يجيشون الاعلام والناس ضده ويقطعون مصادره الماليه ويتهمونه بلا تورع وحتى احيانا اذا كان ساكت لا يرضون يقولون من ليس معنا فهو ضدنا زين المنصور حاول مع الامام الصادق شاف ما يفيد اجى من هذه الطريقه من طريقه دينيه احيانا ايضا ياتون بهذه الطرق اصحبنا لتنصحنا فالإمام قال من يصحبك لا ينصحك لأن أنت تريد متملقين ما تريد نصح من يصحبك لا ينصحك ومن ينصحك لا يصحبك اللي ينصحك أنت ما تتحمله لا يصحبك في رواية أخرى من أراد الآخرة فلا يصحبك ومن أراد الدنيا فلا ينصحك إذا يريد الآخرة ما يصير من أعوان الظلمة لا يصحبك وإذا يريد الدنيا فلا ينصحك لأن نصيحتك تخرب الدنيا زين فإذا الصحبة كانت لله، الآن هم لازم تقبلون، إذا كانت للمنصب احنا ما نريدكم. وبعد ذلك هم مقصودهم أن الإمام لا يلعنهم. وقد بلغنا عنك انتهاك لنا ودعاء علينا. فما الذي يحملك على ذلك؟ زين تقول ظالم والله سبحانه وتعالى يلعن الظالمين. ارادوا يتخذوا اسلوب التعيير فقد كنا نرى ان نرى انك اشجع فرسان العرب اتتخذ اللعن اللعن لنا دينا وترى ان ذلك يكسرنا عنك يعني دي يعيروا باللعن يعني انت كانك صرت ضعيف واللعن سلاح الضعيف بهذا الاسلوب اراد ان يوقف أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام عن اللعن. زين خداش جاء واستعمل الأمور التي ذكراها له، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واحداً واحداً من هذه الأمور نقضها وبيّن الحق فيها، وأيضاً بيّن علة اللعن الله سبحانه وتعالى وهو القادر المطلق المالك لكل شيء يلعن الظالمين واللعن ليس سلاح العاجز وانما سلاح من اسلحه المؤمن لكن لازم يكون اللعن في مورده لانه اذا الانسان لعن من لا يستحق اللعن رجعت اللعنه اليه تفصيل المحاجة ان شاء الله نذكرها في حلقة قادمة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين